جئنا لهذه الوقفة باش نوقفوا على عدة أمور، ياك من بينها غلاء الأسعار، من بينها التطبيع، من بينها هذه الردة الحقوقية اللي كيعرفها المغرب الآن. حاجة وحدة اللي كتلقاها جاهزة في المغرب، حاجة وحدة، ثلاثة د الحوايج اللي جاهزين في المغرب فين ما مشيتي، الله يجعلك تمشي أقصى المغرب، تمشي لشي بلاصة ما فيها لا ضو، ما فيها لا ماء، ما فيها لا مدرسة، تيلا لقيتي مدرسة ما تلقاش فيها الطواليطات، تيلا لقيتي المدرسة ما تلقاش الأساتذة، ما تلقاش فيها حتى الريزو، كتلقى فيها ثلاثة د الحوايج، كتلقى فيها القمع، نفس الزروطة اللي كتخدم تما في بلاصة ما فيهاش الريزو هي الزروطة اللي كتخدم هنا في الدار البيضاء، هي الزروطة اللي كتخدم في جهة أخرى، وكذلك كتلقى التلقيح فوق الكروسة تحت الكروسة. كتلقى الناس ما عندهمش حتى باش يدقوا السم ديال العقار ولا ديال الفاعي، وكتلقى عندهم التلقيح الثالثة الفوق تحت الكروسة فوق الكروسة. وحاجة أخرى هي كذلك أن التهم جاهزة. كنقول الأخ النوش فين غادي بينا، أخ النوش فين غادي بينا، أنت فين غادي؟ بفصل بموجب الفصل 38 من الدستور الذي ينص حرفيا على أن يجب على كل المواطنين والمواطنات المساهمة في الدفاع عن حوزة البلاد وما يهدد البلاد، الفقر يهدد البلاد، الزبونية والمحسوبية تهدد البلاد، أن كتاخذوا الفلوس على ظهر الشعب يهدد البلاد، تهديد بندرة المياه يهدد البلاد، فين غادين بهذه البلاد؟ فين؟ فين غادين بهذه البلاد؟ هذا راه لا يعقل، لا يعقل. وكتزيدوا ندويو على الامن، فين هو الامن الصحي؟ فين هو الامن التعليمي؟ فين هو الامن الطاقي؟ فين هو الامن الغذائي؟ نجيو للامن الغذائي، نجيو للامن الغذائي. فين هو الفرشات المائيه كتفرعوها دخلتوا الاسرائيليين وكتعطيهم؟ واش خصنا حنا لافوكا؟ خصنا لافوكا اللي كتستنزف الثروه المائيه، مع العلم، مع العلم ان الدستور فالفصل ديالو 35 ينص بالحرف على أن الدولة يجب أن تحافظ على الموارد الطبيعية الوطنية وكذلك حقوق الأجيال القادمة. نجيو عاوتاني، نجيو عاوتاني البحر، الناس كالوا السرديل في المدن الساحلية ب 30 درهم في رمضان، ب 25 درهم، ما كندويش على المدن الداخلية، المدن الساحلية كلاوه ب 30 درهم. دابا حاجة وحدة اللي خلاوها لنا، عندنا 3500 كيلومتر ديال البحر، خلاو لينا فيها ثلاثة د الحوايج بالمجان، اللي بغى يمشي يعوم، هذا هو اللي خلاو لنا بالمجان، تا الرملة دابا ما تريحش فيها، كراهوة تا هي، خلاو لنا اللي بغى يجيب شي واحد اللي يدير شي فضيحة تما في البحر، يجيب شي وحدة ولا هذا، مباح مجانا. وكذلك حاجة أخرى اللي هي خطيرة واللي هي الثالثة اللي خلاها لنا أخ نوش كذلك حتى هي، وهو أن وليداتنا اللي كيلوح لنا البحر، هادو هما اللي خلاوهم لنا بالمجان، ولادنا اللي كيلوح لنا البحر، هادو هما اللي خلاوهم لنا بالمجان، أفين غاديين بينا؟ فين غاديين بينا؟ فين غاديين بينا؟
الاساتذه المفروض عليهم التعاقد كتمثيليه اكيد الاساتذه المفروض التعاقد اليوم ابت الا ان تشارك داخل الجبهه الاجتماعيه اكيد لنندد ونرفض للتدبير الحكومي الفاشل لجميع الملفات ومن ضمنها ملف ديال التعاقد. اكيد جينا هنا باش نقولوا لا لهذا النظام الجديد الذي يريد ان يغتصب مختلف الحقوق ديال الرجال ديال التعليم، واكيد نحن مستمرون في النضال. هذه رساله الى الحكومه ورساله الى اصحاب القرار باننا سنستمر في النضال سواء داخل الجبهه الاجتماعيه او مع مختلف اطياف الشعب المغربي. اكيد لنقول لا ثم لا ولا لا، واكيد لاسقاط مخطط التعاقد، واكيد من اجل الادماج، واكيد نحن مستمرون في النضال الى تحقيق المطالب. وتحية نضالية. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.